اجتمعت سعادة الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج الخليفة الأمين العام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي مع صاحبة السمو السيدة الدكتورة منى بنت فهد آل سعيد مساعدة رئيس جامعة السلطان قابوس للتعاون الدولي. جاء ذلك خلال الزيارة التي تقوم بها الأمين العام لمجلس التعليم العالي لسلطنة عمان، وقد رحبت صاحبة السمو السيدة الدكتورة منى بنت فهد آل سعيد بسعادة الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج الخليفة والوفد المرافق، معربة عن اعتزازها لما يشهده التعاون في مجال التعليم العالي بين مملكة البحرين وسلطنة عمان من تطور يصب في صالح تحقيق التطلعات المشتركة. من جانبها أعربت الأمين العام عن شكرها وتقديرها لصاحبة السمو السيدة الدكتورة منى بنت فهد آل سعيد، مؤكدة حرص مجلس التعليم العالي على الارتقاء بكل سبل التعاون والعمل المشترك مع جامعة السلطان قابوس للتعاون الدولي.